بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومرة أخرى مع كتاب يلي كومبخوندر. طبعا كنا قد أكملنا هذه الأسماء فيما سبق. أن إبي أين أوليف. أن إبي أين أوليف. إذا نتكلم عن سنبولة وزيتونة. طبعا لوليف لوليف في حال التعريف طبعا نقصد بالزيتونة. نقول لا أوليف. طبعا عندنا هنا أ عندنا هنا أو. إذن هادو سوسون دو فويال كي سو رونكونتر. ألوغ أون سيبخيم لا بوميييغ إي أون مي أبوستروف. نحذف الأولى، نحذف هاد لافويال الأولى، ثم نضع أبوستروف. ننطقها لوليف. إذا المقصود بها الزيتونة، الزيتونة. أما هنا فعندنا إن أوليف، زيتونة. أن إيبي إي إن أوليف. إذا نتكلم عن سنبلة وزيتونة. ثم رأينا لو دومينو لو دومينو ثم لو كيلو لو كيلو لو كيلو ثم لو ليتر لو ليتر لو ليتر. هاد التي ار او تقرا تخ لو ليتر. ما غاديش تجي نطقو لو ليتر. اذا نقراو لو ليتر كأنها تنطق كالخاء. أد إغ لو ليتر لو ليتر. أما هنا طبعا ننطق أد إغ لو ليفغ لو ليفغ. لا نقول كما عندنا هنا لو ليفغ بل نقول لو ليفغ لو ليفغ. أما هنا مع الطي مع إغ أ تنطق تخ. إذا نقول لو ليتر. إذن كما قلنا لو ليفغ لو ليفغ. ثم عندنا هنا هاد النص في الوسط ومجموعة كلمات. عندنا إي إي حرف إي لافويال إي تماما كما في كلمة إي بي إي بي. شنو المقصود إي بي؟ شنو المقصود بي؟ اي بي اي بي نقصد بها سنبولة. اذا نقول ان اي بي. عندنا اي تنشوفو هنا فارزنا بوحده تنشوفو عازلنا بوحده. اذا عندنا اي عندنا او فوق منا اكسون. وتكرر من قبل علاش. طبعا او فوق اكسون تنطق اولا اي. طبعا نتكلم عن اي بي ان تنطق بهذا الصوت. الحرف اللي تمثل هذا الصوت ديال اي هو هاد او بهاد لاكسون. طبعا الا درنا لاكسون الاخرى غنقراوها اي اي غتكون شي ان طويله. في النطق ديال هاد الصوت اي طبعا غيكون بأو فوق منه اكسون. هذه تسمى اكسون ايغي. من بعد غنشوفوها. هذه تسمى اكسون ايغي. لاكسون اخرى تسمى اكسون غراف غراف اللي تتمشي اللي تتمشي طويله. اذا نقول عليها اكسون غراف. اكسون هي اللي ذكرنا من قبل اكسون اكسون. كما تلاحظوا هنا بان سي ممكن تقرا ككا تقرا كالكاف وتقرا ايضا كاس. هذا موضوع اخر غنشوفه. اذا عندنا هنا اكسون اكسون. طبعا كما تنشوفو هنا ما تتنطقش الطي. وهذا ايضا نشوفو كاين بعض الاحرف في اللغه الفرنسيه انا لا تنطق. لا نقول هنا اكسونت بل نقول اكسون. كاين كلمات كثيره في الحقيقه يعني عندها في النهايه ديال الطي ولا تنطق خاصه في الصرف ديال الافعال. نقول إيل مارش هم يتمشون. اذا عندنا إيل افيك اس. لا نتكلم عن إيل بدون اس. هذه المقصود بها هو. أما هذه
فالمقصود بها هم. إذا مثلا il marche. شوف هنا في الحقيقة اللي جينا نقرأ قاع الأحرف نقرأ هنا il marche, ولكن هذه غندربوا عليها لأن تتردد بكثرة مع كل الأفعال. قاع الأفعال اللي تتصرفوا مع il تكون في النهاية ديالهم أنطي وما تتقراش, يعني بحال تنقراو حد هنا. طبعا اللغة الفرنسية هكذا, كاين بعض الحالات اللي فيهم بحال هاد الشكل اللي شفنا الآن. إذا كما قلنا الآن عندنا هادي أ فوق منها أكسون, أكسون إيغي هي اللي بحال هاد الشكل, وهي اللي تتعكس لنا الصوت ديال أي اللي تيكون نطقو قصير. ثم عندنا بي إي تنطق بي, ثم عندنا بي. إذا كما قلنا في المسابق عندنا أي هكذا ثم اي بي, اي بي عندنا هنا اي بي اي بي اي. اذا هذا ممكن نعتبره سيلاب لانه تتنطق دقه واحده اي. ثم هذا رغم انه في جزء الاحرف رغم انه متكون من حرفين فهو ينطق دفعه واحده, نقول بي تماما كما ننطق اي بي اي. اذا نسمي هذا سيلاب. نتكلم عن مقطع لفظي يطلق او ينطق دفعة واحدة. ثم عندنا هنا ا اذا ا, ثم ام اي تنطق مي. اذا سنقرأ كيف؟ سنقرأها امي 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 يعني صديق امي. لو ا لو امي. ولكن شوش عندنا هنا؟ عندنا أ مع أ, هادو سوسون دو فويال. إذا نتكلم عن دو فويال ما خاصهمش يتلاقاو, خاصهم تنتكلمو على هاد لارتيكل اللي شفنا من قبل. طبعا غنحد فوالي وغنديرو أبوستخوف. إذا نتكلم عن لامي, لامي لامي. أما إلا زدنا أ أش غتولي؟ إلا زدنا أش غتولي هادي؟ أش غتصبح؟ إذا أضفنا أه ماذا سيصبح المعنى؟ طبعا سيصبح المعنى صديقة. إذا هاد أه تتعتبر بحال التاء المربوطة كما ذكرنا في المسابقة. إذا عندنا هنا أي بي أي بي, إذا نتكلم عن أمي بي يعني نتكلم عن سنبولة. ثم عندنا هنا أمي صديق, أمي صديق أمي. إذا كما ذكرنا لامي إذا أردنا أن نعرفه أو نقول أنامي يعني واحد الصديق, أنامي واحد الصديق بحال اللي عندنا هنا أنيبي واحد السنبولة. ثم ميكي 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 ميكي. إذا كل هذه الكلمات تتضمن هاد الصوت إي. أبخي أون لا فويال أو, إذا بعدا عندنا صوت أو. كوم دون لو مو موتو, كوم دون لو مو موتو كما في كلمة موتو موتو. قبل قرينا ليتر, قرينا لي على شكل تاء, هنا قريناها الطي على شكل طاء, نقول تو لا نقول تو, لا نقول هنا موتو موتو بل نقول موتو موتو. إذا نتكلم عن دراجة موتو. ثم عندنا هنا لا نقول بوت, تجد في آخر الكلمة أنها لا تنطق, إذا نقول بو بو. إذا حرف الت في آخر الكلمة لا ينطق, إذا نقول بو. إلا إذا جاء بعده حرف آخر, إلا إذا كان متبوعا بأحرف أخرى أو إذا كان متبوعا بأ يعني في أضعف الحالات. إذا كان متبوعا بأ إذا طبعا ينطق في هذه الحالة. إذا كما قلنا الآن عندنا إم أو تنطق مو, ثم عندنا ط أو تنطق تو تو مو تو مو تو, ثم عندنا بي أو كأنها ط غير موجودة مادام أننا لم نقرأها, إذا نقول بو. كما نلاحظ
تلاحظون voilà c'est le pot c'est le pot c'est le pot. نتكلم عن هاد الآنية تسمى le pot. إذا هاد POT بهاد الكتابة تعني لنا ذلك الشيء. إذا ضروري تكون عندنا هاد الكتابة لأن هي المتعارف عليها. إذا طبعا عندنا موطو ثم كلمة بو لي دو مو كومبخين لا فويال او. إذا الكلمتين تتضمنان صوت او. ثم عندنا اي و او اي او اي او. مثلا دومينو دومينو دومينو. إذا عندنا دومينو دومينو كما رأينا فيما سبق. إذا كما تنشوفوا أننا معازلين كل جوج أحرف بوحدهم باش ننطقوا هادو ننطقوا هادو وننطقوا هادو. إذا عندنا دو مي نو ثم نجمع بينها دو مي نو دومينو. ثم عندنا هنا مي مي. إذا إم إي تنطق مي. إذا عندنا إم إي تنطق مي. ثم عندنا إر أو إر أو تنطق رو رو. ألوغ كيسكو نون فا أون فا أون ميرو ميرو. إذا في النهاية عندنا كلمة ميرو. فوالا سي ميرو. إذا هذا ميرو. إذا كما تلاحظوا هنا عندنا في الصورة ميرو إي ميكي ميرو إي ميكي. إذا عندنا ميرو إي ميكي. إذا عندنا إي ديال العطف. إذا كما قلنا عندنا ميرو إي ميكي دون زامي دون زامي. رأينا كلمة آمي شنو نقصد بها؟ قلنا بأن تعني صديق. آمي إذا أضفنا لا أه تعني صديقة. إذا آمي صديق. عندنا هنا دو زامي. علاش قلنا زامي؟ علاش قلنا زامي؟ هي في الحقيقة دو آمي. هذا غنعرفو من بعد اللي تنشوفو هنا. نقول دو عندنا إكس هنا في الحقيقة تكتب هكذا هكذا دو. عندنا دو ثم عندنا آمي وغنضيفو إس ديال الجمع. تنتكلمو على دو زامي ديال الجمع في اللغة الفرنسية. الجمع في اللغة الفرنسية يتكون من اثنين فما فوق. الكلمة التي تكون في الجمع نضيف لها إس لنبين بأنها في الجمع كما هنا دو زامي. هنا عندنا آمي صديق واحد. هنا عندنا دو زامي عندنا اثنان صديق اثنان صديق. إذا نقول صديقان. كما تنشوفوا دو في الأخر ديال إكس دو الرقم اثنان تنتهي بإكس هكذا. وكما تنشوفوا مرة أخرى بأن إكس لا تقرأ. الرقم اثنان في اللغة الفرنسية هكذا يكتب ويقرأ دو. إذا طبعا عندنا إكس. إذا هاد إكس مع أ تقرأ بحال زيد. تنديروا لليزون تنديروا الربط تنديروا الربط. هاد القضية غنشوفوها من بعد. تنديروا الربط بعض الكلمات تيكون في الأخر ديال الطي. تجي كلمة أخرى بحال هاد الشكل. إذا طبعا ننطق الطي. إذا تنعملوا لليزون مرة أخرى. لليزون نقصد بها هو الربط. تجي من فعل لي لي يعني رابطة تكتب هكذا لي يعني رابطة. إذا الاسم هو لليزون باش منكترش عليكم من بعد نشوفوها. إذا عندنا دو زامي. إذا تنديرو لليزون نقول دو زامي دو زامي. إذا دو عندها في الأخر ديال إكس مع أ تنديرو زد. وهذه سواء كانت الكلمة الأولى عندها إس والكلمة اللي موراها مبدوءة بإن فويال خاصة بحال أ بحال أو. إذا عندنا ميرو إي ميكي دو زامي. غير هو تعقلوا على النطق ديالو صافي. إذن دو زامي. إذن صديقان. ثم عندنا أي. رأينا من قبل هذه أي.
حتى هذه تتنطق اي، ولكن هذه ديالهاش، هذه ديال اتخ، هذا ديال اتخ. اتخ يكتب بهذا الشكل هكذا، اتخ كما تنشوفوا اي فوق منه واحد الشابو، هذه تتسمى اكسون سيركونفليكس، حتى هي غنشوفها من بعد. اذا عندنا اتخ، غنشوفوا الصرف ديالو، اللي عقل عليه راه مزيان، اللي ما عقلش عليه ماشي مشكل. تنقولوا جو سوي، تنقولوا تي اي، تنقولوا الي او الي، الي كي نصون فوزيت إلسون. اذا باش ما نكثروش، اذا نقول جو سوي، انا مثلا جو سوي ان اليف، انا تلميذ. جو سوي مالاد، انا بذاتي مريض، بحال تكلمنا من قبل. هاد اتخ هو كان، انا اكون تلميذ. والدليل على هذا الا بغيت نرجع للماضي، غادي نقول هنا جو سوي ان اليف، انا تلميذ. في الماضي اقول جيتي ان اليف، جيتي ان اليف، يعني انا كنت من قبل تلميذا. اذا هنا تتبان. ثم عندنا هنا توي، توي مالاد، حتى هنا ممكن اقول جو سوي مالاد، انا مريض. غنفرقوا بعض المعطيات على هذا الصرف. اذا جو سوي اليف، انا تلميذ، ثم توي مالاد، انت مريض او انت مريضه. هنا ما كاينش الفرق بين المؤنث والمذكر، هنا كاين الفرق مع ال ولا ال. اللغه الفرنسيه هكذا. اذا عندما نقول تي راه ممكن تكون بنت، ممكن يكون ولد، ممكن يكون انثى او ذكر. اذا نقول تي، طبعا اي تكتب بهذا الشكل حتى هذه تنطق اي للاشاره، بحال بحال هذه تي. اذا كما تنشوفوا ناقصه الطي ومع ذلك تنطق اي. هذا الصرف ديال اتخ هذا في البخيزون، في بخيزون. اذا بخيزون هذه في البخيزون، طبعا في البخيزون يعني في المضارع، في الحاضر. جو سوي ان اليف يعني انا تلميذ الان، ثم تي مالاد، انت الان مريض او انت الان مريضه. نقول الي ابسون، الي ابسون. ابسون، ابسون يعني غائب، ابسون. طبعا كما تشوفون هنا الطي ما تتنطقش، هي جات في الاخر ديال الكلمه ابسون. الي ابسونت، الي ابسونت هي متغيبه، شوفنا تزيد أه. بالنسبه للمذكر نحذف هاد أه. الي ابسون اذا ما غتنطقش لنا الطي، ولكن ملي تنضيفو أه مع ال مع هي طبعا تنطق الطي. نقول الي ابسونت، او شوف هنا غنديرو لها ليزون، كاين عندنا الطي وكاين ا. اذا نقول الي تابسونت، الي ط ط، عندنا الطي تتقرا. دابا هنا ملي غندخلو هاد الكلمات مع بعضياتهم في جمله واحده غتولي كان عندنا كلمه واحده. طبعا هاد الطي غتنطق لانه ولات موراها كلمه بحال ملاصقه معاها. اذا الي تابسونت، طبعا تنعملو هنا لا ليزون، الربط، بحال عندنا الربط هنا الي تابسون وبيه الي تابسونت. نتكلم عن اتخ، الا تكلمت على جو تنتكلم على شي حاجه عليا انا، تنتكلم على شي حاجه تتخص الذات ديالي، جو سوي مالاد، جو سوي اليف الى غير ذلك، جو سوي ان كولير يعني انا في قلق الى غير ذلك. تي، اذا المقصود به ان شيئا يخصك انت او يخصك انت. تي مالاد، تي مالاد، اذا انت أو أنت مريضة أو مريض إلى غير ذلك كما ذكرنا. طبعا نتكلم هنا عن أي، هاد أي هي اللي عندنا هنا، ها هي هي اللي عندنا هنا. إذا نقول إلي، وهاد أي راه ممكن لها تكون إلا مع إل ومع إل، وكاينة حالة أخرى غنشوفوها مع أون. هادو هما الحالات اللي كاينة معهم هاد أي. أما مع تي راه عندنا أي بهذا الشكل، ومع جو بالنسبة لأتخ، طبعا نتكلم عن أتخ،
بالنسبه للجه طبعا تتكون عندنا سوي. حاليا اللي تيهم في هادشي كله هو نعقلوا على هاد اي راه ديال اتر ولكن مع ايل او مع ال او مع ام. اذا غنشوفوا بعض الامثله كما تنشوفوا هنا عندنا مينا 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 اي اي لامي. اذا مينا هي كما نقول انها تكون ماشي تنتكلموا على الماضي ان كانت ان تكون الان هي الان. لامي ان الصديقه بميكي. اذا لو بغينا نرجعوا للماضي اش غنقولوا هنا؟ غنقولوا مينا اتي لامي دو ميكي، يعني ان مينا كانت صديقه ميكي، ربما الان ما بقاتش. اتر هنا في انتبان هذا هو الدور ديالو. اذا مينا اي لا راينا هاد الابوستروف نقول لا حيت نتكلموا على مينا تنتكلموا على المؤنث غتكون سابقها لا ماشي له له ديال المذكر. اذا نقول هنا لا امي هكذا. طبعا عندنا لا وعندنا امي هذه عندها ا سيت اون فويال وهذه مبدوءه بان فويال اللي هي ا بنفس الشكل. اذا طبعا نحذف الاولى ونضع ابوستروف اذا غتولي عندنا لامي. وهذه القضيه للمذكر والمؤنث. حتى بالنسبه للمذكر نقول لو امي لو امي ما عندهاش ا. اذا لو امي طبعا نفس الشيء عندنا هنا فويل وعندنا هنا فويل. اذا غنضربوا على هذا وندير ابوستروف الفرق غيبقى فين هي هاد او كاينه في المؤنث وهنا ما كايناش او مع المذكر. طبعا هنا عندنا ايلامي ايلامي الى بغينا نقول هنا مصطفى ايلامي مصطفى هو الصديق دوميكي اش غندير هنا الى بغينا نقول هنا مصطفى ايلامي دوميكي مصطفى هو الصديق ديال ميكي شنو نعملو هنا؟ طبعا غنحذفو او غنحذفو او لان مصطفى كلمة مذكرة. اما هنا تنتكلمو على مينا اذا سنقول مينا ايلامي دو ميكي. اعيد القراءة عندنا هنا ان اي تنطق مي كما راينا ان ا تنطق نا مينا ثم هادي راه اتفقنا عليها انها تتنطق اي ما تتقراش است است مقصود بالشرق هذه ربما نجدوها في بعض الجمل في المستقبل اي. ثم عندنا لامي وشرحت لكم علاش حيدنا اه ودرنا ابوستروف. اذا نقول لامي اذا نتكلم عن الصديقه اي لامي اذا هي الصديقه دو اذا هذه دو دي اه تنطق دو. ثم ميكي ميكي اذا طبعا عندنا ام اي تنطق مي بحال هنا مي نا هنا عندنا مي ولكن عندنا كاي كاي اذا كاي تنطق كي اذا كي اذا ميكي ميكي. ثم عندنا هنا ميغو ايلامي دو ميكي شنو الفرق اللي كاين هنا؟ طبعا ذكرنا هنا كلمه مذكره شنو غيوقع؟ غنحذفو اه لان عندنا كلمه مذكره. طبعا ميغو هو هاد الكلمه اللي تنشوفو هنا طبعا سنقول هنا ميغو. إذا نتكلم عن الكلب ميغو إي لامي هو صديق ماشي صديقة صديقة هي هذه. أما هنا إي لامي يعني هو الصديق صديق من دو صديق ديال أنه صديق يعود لي لمن ميكي لميكي. إذا كما قلنا أيضا عندنا إن إي تنطق مي كما عندنا هنا مينا كما عندنا هنا أيضا لامي مي مي. إذا عندنا هنا مي ولكن هنا عندنا إغ أو إغ أو إغ أو تنطق هو. إذا عندنا مي غو مي غو أو إس تي اتفقنا عليه أنها تنطق إي مي غو إي لامي إي لامي إي لامي هو صديق دو بنفس الشكل ميكي يعني ما كاينش شي فرق. ثم عندنا كلمة لا طبعا هذه ستان ارتيكل ستان ارتيكل ستان ارتيكل. إذا نتكلم عن أداة من الأدوات المستعملة أمام بعض الكلمات أمام بعض الكلمات لنعرفها أولا
لنقول بأن الكلمة معرفة، ثم لندل على أن هذه الكلمة هي مؤنثة. إذن كلمة موتو دراجة كما عندنا في الأسفل، إذن طبعا هذه الكلمة هي مؤنثة، لذلك سنضع أمامها لا. طبعا في حالة إذا أردنا أن نجعلها نكرة طبعا سنسبقها بعد إن. أما هنا فنحن نريد تعريف هذه الكلمة، نريد تعريف كلمة موتو، يعني أن الشخص اللي غيسمعها غيكون عارفها. ملي غنقولو لا موتو الدراجة أكيد غيعرفها. عندنا هنا لا موتو، لا موتو. ولكن اللي تيهم في هادشي كله أن المتكلم تيعتقد بأن السامع تيعرف هاديك الحاجة، إذا طبعا غيعرفها. لا موتو، لا موتو، موتو إم أو تنطق مو تنطي أو تنطق تو، لا موتو. إذا نتكلم عن الدراجة. ثم عندنا هنا لا بيب، إذا هاد الكلمة تتضمن هاد لارتيكل لا. ثم عندنا لا بيب، لا بيب، بيب، لا بي، عندنا بي إي تنطق، بي إي تنطق بي. ثم عندنا بي أو تنطق ب، ب، إلا إذا جاءت وسط الكلمة. طبعا عندنا هنا بي وفي الأخير كاين عندنا أ، إذا تنطق ب بحال شي سكون. إذا لا بيب، لا بيب. إذا نتكلم عن الأداة التي يدخن بها البعض، إذا تسمى لا بيب. ثم عندنا هنا لا، لا بيل، إذا نتكلم عن العمود، إذا نتكلم عن البطارية، إذا تسمى لا بيل، لا بيل، لا بي، بي. نفس الشيء كما عندنا هنا، هنا لا بي ب، هنا عندنا لا بي ل، عندنا ال أ ماشي بي أ، بي أ بحال عندنا السكون فوق بي، إذا نقول ب، بي ب، ال أ بحال عندنا السكون فوق ال، إذا نقول لا بيل، إذا نقول لا بيل، لا بيل، نقول لا بيل. ثم عندنا مينا، مينا ان اي تنطق مي، ان ا تنطق نا، مينا. امي، امي يعني صديقه، كما تنشوفوا عند او في الاخر امي دو، اذن هي صديقه، صديقه كاينه اضافه، اذن دو، اذن عندنا هنا دو، دو ميكي، دو ميكي، اذن هي صديقه ميكي كما راينا. ثم عندنا ميكي امي دو ميغو، إذا عندنا مينا أمي دو ميكي، مينا صديقة ميكي. ثم عندنا ميكي أمي دو ميغو، بحال هاد ميكي هو المشترك بين مينا وبين ميغو، إذا عندنا في الأخر مينا ميغو أي ميكي تخوا زامي، تخوا زامي، ثلاثة أصدقاء تخوا زامي. طبعا علاش تخوازامي؟ بنفس الطريقة عدنا، عدنا تخوا تكتب بهذا الشكل، تخوا تكتب بهذا الشكل. ثم عدنا او، ثم عدنا اي، ثم عدنا اس. طبعا هذي غنشوفها من بعد ان شاء الله ان هاد او اي تنطق و، ماشي اي او، ماشي بحال هذا الشكل، هذه تقرا يو، او اي هذه تنطق و. فيما تيكونوا ملاقين بجوج تيعطيونا الصوت و. اذا عندنا هنا تي، ثم عندنا اغ، ثم عندنا او، ثم عندنا اي اس. اذا تخوا اللي تتعني ثلاثه تكتب هذا الشكل كتابه، تقرا تخوا. طبعا عندنا اس في الاخر ما تتنطقش، هكذا هي. ثم عندنا امي، رغم ان داخل مع مينا اللي هي مؤنثة، طبعا سنضيف فقط اس ديال الجمع، ما غنزيدش أه، لن نضيف أه، لان ميغو وميكي انهما مذكران، غنطقو الكلمتين دفعة واحدة،
غيصبحوا بحال اللي عندنا كلمه وحده، غنعملوا لا ليزون بين اس وبين ا. اذا سنقول تخوازامي تخوازامي، هذه من جات لا ليزون ديال تخوازامي. اذا كما قلنا مينا ميرو اميكي تخوازامي. شوف انا واحد الترتيب دايرينو، واحد الترتيب عاملينو هنا، ما غنقدروش نقولو مينا اميرو اميكي، لان فرض بان عندنا عشرة الاشخاص، فلان 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 حتى الاخر. طبعا الفلان الاول والثاني والثالث والرابع الى غير ذلك حتى التسعود كلهم غنديروا بيناتهم فقط فاصله، حتى الاخر واحد منهم هو اللي تنعملوا له هاد اي. هذه حتى هي غنشوفها من بعد ان شاء الله. اذا كما تنشوفوا هنا الترتيب اللي عاملين، عندنا مينا ميرو كاين فاصله هنا، ما يمكنش نقولوا مينا ميرو اميكي، لا تنقول مينا ميرو. لنفرض كاين اسم، الا كان شي اسم اخر نذكرو حتى هو نديرو فاصله، الا كان شي اسم اخر نعملوه ونديرو فاصله، شي اسم اخر نعملوه ونديرو فاصله، حتى الاخر كلمه ونقول اميكي، ثم ميكي، ثم ميكي، ثم نقول عنهم تخوازامي، وبيا كاتر امي، وبيا سينك امي، سيزامي، الى غير ذلك. اربعه اصدقاء، سته اصدقاء، خمسه اصدقاء، لحسب العدد طبعا. اذا هنا عندنا ثلاثه اصدقاء، مينا ميرو اميكي، اذا نقول عنهم تخوازامي، انهم ثلاثه اصدقاء. نتابع الفقرات القادمه، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.